بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع المختبر الأول لمساق معالج دقيق. حنتعرف اليوم على البرمجيات اللي حنستخدمها في المختبر هذا كتجربة أولى، وحنطبقها مباشرة على أول بروجكت بالنسبة لنا اللي هو حكون ليد بلينكينج بروجكت باستخدام البيك مايكرو كنترولر. طبعا البرمجيات اللي حنستخدمها زي ما حكينا سابقا هي المايكرو سي برو كوبايلر عشان نكتب فيه البرنامج باستخدام لغة المايكرو سي، وحننزل البرنامج اللي بنعمله هذا على المايكرو كنترولر باستخدام البروتاس سيموليشن كيت اللي هو بيعمل سيموليشن للهاردوير والدوائر الكهربيه والدوائر الالكترونيه. تمام، اللي حنستخدمه هنا الكومبوننتس المكونات التاليه: البيك من صنف 16 اف 177 اي، وحنستخدم الليد للدات يعني ممكن نستخدم 8 4 او 3، اهم شيء الاشاره تبين انه تم نشتغل البرنامج وحنفهم هذا الموضوع بفرق شكل واحد نحط ليش، ممكن نزودهم او ممكن نكتب بواحد عادي. وعندنا كريستال اوستريتر عشان يعمل التكت، والساعه تاعت تنظيم الساعه تاعت المايكرو كنترولر زي ما حكينا في النظري، وبدنا كمان كاباسيتور 22 بي اف عشان ننظم عمل الساعه زي ما عرفنا زي ما هو معروف في عمل الاوستريتر. تمام، هنستخدم طبعا الاوسيليتر تبعنا او عفوا الكريستال اوسيليتر تبعنا 16 ميجا هرتز، نستخدمه 16 ميجا هرتز، لكن نستخدم الاربعه او 10 او 20. بس في الحاله هذه لازم ننتبه انه نغير كمان برضه الكوندنسر او هو الكوبيسيتور، يعني بده عمليه تغيير ومراعاه انه نغيره ما يتناسب مع ايش؟ مع التاكت او الفريكونسي تبع مين؟ تبع الاوسيليتر. ال في دي دي هي الباور انبوت، يعني حتكون 5 فولت عاده، يعني في السيموليشنز كنا 5 فولت اوتوماتيك، بس هذه الجمله احتياطناها عشان ايش؟ لو حد بده يعمل التجربه باستخدام دوائر حقيقيه في الكتات عمليه ببرمجها لو كان متوفر له في يوم من الايام، لازم ينتبه انه المدخل دائما 5 فولت. ولو كان الباور الانفرتر عندنا 12 او الانفرتر تبعنا او الباور تشارجر 12 فولت الباور سبلاي، لازم بده ايش؟ كونفرتر عشان يحول من 12 فولت ل 5 فولت. هذه تجربه بس ملاحظه على الجانب على الهامش يعني. طبعا طيب نيجي لموضوع السيركت. بنعمل السيركت تبعتنا باستخدام البيك كنترولر واستخدام السمبل ليدز، وحيكون السمبل ليدز طبعا باستخدام ايش؟ مربوطين في البورت بي تبعت ايش؟ البيك كنترولر. هنشوف الان نفهم ليش هنعملهم على البورت بي، كيف هنعملهم. تمام، لما يكون طبعا البورت بي هاي معناته انه حط انه عليه ايش؟ واحد، او اي بورت يكون هاي يعني حيطلع عندنا ايش؟ واحد على الاوتبوت، ولما يكون صفر حيكون لو. طبعا هذا ممكن تقروها الامور لحالكم وترجموها في البيت لما تراجعوا المختبر لحالكم وتعملوه في البيت، فمش حاقرا كلمه بكلمه من المكتوبه هنا لان التجربه واضحه. المهم الان حنبدأ في موضوع البرمجه ونخش على ايش؟ الموضوع اول حاجه على المايكرو سي. على المايكرو سي هيو نعمل عن فايل نيو بروجكت، وبدنا نسميه مثلا ستاندرد بروجكت ونكست، ونسميه بدل ماين بروجكت ايش بنسميه هنا مثلا بيك او هان ليد لينكينج، سميناه ايش؟ بورد، سوري بورد بي. تمام، وبنستخدم له هنا طبعا لازم نحتاج نبين احنا ايش اللي هنستخدم. طبعا من اول مختار هنا بيك 16 اف 177 اي، بس لو مش لاقيناهوش بنقدر في سكرول داون منيو هان بندور فيها لما نلاقي عندنا ايش البيك 16 اف، بتلاقيه تحت طبعا موجود في القائمه موجود هنا في تحت، هننزل له بنلاقيه. المهم اللي بنلاقيه بنختاره اللي هو ايش البيك تبعنا البيك 16 اف 177 اي. تمام، بنعمل بعدين التكت اللي حوله هان التكت تبع الديفايس كلوك ساعة الديفايس او التك تبعه ايش؟ 16، لانه حيختار بعد شوي كمان ايش؟ الاوستريتر وضعه 16 ميجا هرتز بيشتغل، فبنعمل الديفايس كلوك تبع الكنترولر انه 16 كمان شغال. نكست، بدناش نعمل ادنج لاي ايش من برا، بقول له فينش بدا عندنا الشغل، بيطلع عندنا البرنامج هان. البرنامج هان بيبدا مباشره بالفويد مين. تمام، لقيت كيف حنعمل البرنامج؟ طبعا كل شيء واضح عندنا وين في في الورقة أو في الأسايمنت موجود نفسه، حيطلع لنا الفويد مين هنا. أول حاجة حنعمل إيش؟ حنعمل سيتنج للتراي اسمه تريس بي اللي هو إيش؟ تريس بي على إنه يكون زيرو ضرب إيش؟ زيرو زيرو. إيش معنى الكلام هذا؟ الكلام هذا إنه
هنكتب ايش؟ تريس بي تساوي زيرو ضرب زيرو زيرو، وهنا سيمي كولون في الاخر. بعدين بنعمل while run. نيجي على هان اول حاجه، هان معناتها الكلمه هذه شو لما حطينا تريس بي زيرو زيرو، يعني هذا كله طبعا بايش؟ باستخدام الهكساديسيمال، تمام؟ بنحطها صفر في العشري، تمام؟ يعني عملنا تريس بي بتساوي صفر. لما قلنا في النظر اخر المحاضره تريس بي لما نحط صفر يعني بنعرف انه البورتات كل بي من نوع ايش؟ نوع ايوه اوتبوت. لما بكون تريس بي بواحد بنحط محل صفر صفر اف اف، تمام؟ بصير ايش؟ بصير عرفنا البورتات بي كلها ايش؟ انبوت، وحسب ايش؟ اي بورت بنعرف طبعا، ممكن الان بس الحاله هذه احنا عرفنا كل البورتس all بي بورتس are defined to be ايش؟ output. تمام؟ هيك بنقولها. الوايل هان تعمل ايش الوايل عندنا؟ الوايل هاي هي انفينيت لوب، حضرتها تلف لانه الوايل دائما صحيحه. بنعمل وايل مفتحها وبسكرها عشان ما نحطش في الاقواس، وبنكتب بعدين هان ايش في داخلها. في داخلها حنقول له انه البورت بي بتساوي ايش؟ زيرو اكس ايش؟ اف اف، ونسكر بالسيمي كولون. بعدين نقول له ايش؟ ديلي ان ميلي سكند بيساوي قديش؟ 1000 مثلا. وهذا معناتها شو الجملة؟ انه احنا عملنا 1 second delay. يعني البرنامج على الفور على الوايل لوب حضره شغال هنا ابد، طالما هو وايل لوب واحد دائما الشرط صحيح. وعرفنا هاي البورت بي عليها المخرج بيساوي واحد، يعني على الاوتبوت حيطلع لنا واحد، تمام؟ لوجيك هاي يعني. بعدين عملنا ديلي مقدار 1000 ملي سكند، يعني 1 سكند. وبعدين ايش بيجي؟ بنقل على الخطوه اللي بعديها، بصير عندنا هان بورت بي بتساوي ايش؟ 0 ضرب اف اف سيمي كولون، تمام؟ وبعدين كم مره ديلي ان ملي سكند بقدر قديش؟ 1000، تمام؟ هان طبعا كم مره ديلي بقدر 1 سكند ديلي، هان بالضبط نفسها بالضبط عملناها نفس القصه. هذه طبعا عارفين انه لما احط الشحطتين هذول جنب بعض تو باك سلاشز، يعني تو سلاشز بصير عندنا شو العمليه؟ بصير عندنا العمليه هان انه في كومنتس، يعني ما خلفها بصير انه اخضر، هذا بعتبر تعليقات على الكود، وبالتالي لا تؤخذ بعين الاعتبار عند الترجمه الكومبايلينج، تمام؟ المهم وهان عملنا انه set بورت بي ايش لو، وهان عملناها طبعا عملناها في الاول set بورت بي ايش هاي، يعني عليها ايش واحد. نعمل هان عمليا انتهينا، مش المفروض يكون انتهى الواي فتحناها. نعمل عملية ايش؟ زي ما شفنا في بالضبط الخطوات موضحة هان، التريس بي بيساوي زيرو كذا كذا، بعدين نجي هنا هان بنلاقي زيرو اف اف عشان هاي، وهان لو 1 سكند ديلي 1 سكند ديلي، تمام؟ المهم طبعا عارفين انه هذا 1000 ملي سكند، مش خاصية 2000 ملي سكند، 3000 ملي سكند، حسب كم سكند بدنا يكون البلينكينج ايش يطلع، خلينا على قد سكند. نيجي هنا يا يعني بنروح على بيلد وبناخذ بيلد من هان، او بنروح على هان اشارة مباشرة وبيلد، بنقول له ايش كومبايل، هقول له بتخزن، بنقول له بالضبط نخزن مظبوط ليد بلينكينج، لا احنا بدنا بلينكينج بورد بي في المكان الجديد، بنقول له سيف هخزنها. طبعا ها مكتوب عندنا شو فينيشد سكسسفولي، يعني تخزن البرنامج، تمام؟ هيك بكون خلصنا موضوع كيف نكتب البرنامج تبع المايكرو كنترول عشان يتحكم في ايش؟ في الاوتبوت تبعه، في البورتات بي بالذات كاوتبوت اخراج داتا، عشان يتحكم فيهم مثلا ايش؟ في الجزء او الديفايس او الليد المربوط في هذه البورتات اللي هي ايش؟ البورتات بي كلها. طبعا من حالة عرفنا ان البورتات بي كلها حتكون هان اوتبوت، وكلها حيطلع عليها مره واحده واحد او صفر، تمام؟ الان بيجي موضوعنا، ننقل على الجزء الثاني من البرنامج اللي هو ايش؟ البروتس. بنروح على البروتس بنقول له هان فايل نيو بروجكت، وبنقول له
بدنا نعمل هوست جديد، بنقول له هان ايش سميناه ليد بلينكينج ايش بورد بي سميناه، ونقول له نيو بروجكت نعم صحيح، بعدين نقول هان نقول له كرييت سكيماتيك فروم سيلكشن، وناخذ هان ايش ديفولت وبنكست كرييت بي سي يو، لا احنا بدناش اياه دو نوت كرييت بي سي يو، بدناش اياه هذا، وبنقول له هان كرييت ايش فريم ورك بروجكت من ايش الفاميلي، وبنختار هان ايش الفاميلي تبعتنا للبرنامج تمام. اختار هان البيك وبيجي عندنا مختار من البيك 16 ايش اللي هي قلنا ايش رقم البيك تبع بدنا اياه، بيك 16 اف مش سي 877 اي اظن كان ندور عليه 877 اي، تأكد كمان مرة عشان لو حد ينسى من المكتوب عندنا في المطلوب، هاي بيك ايش 877 اي 100% 877 ايش اي اوكي، وهذا بضل ندير بالنا نختار هان ام بي اي اس ام بروتس، ما نحتاجش نختارش اي شيء ثاني من القائمه، نختار ايش البروتس ماشي، وكرييت كويك ستارت فايلز ماشي اوكي نيكست، كمان ايش بيطلع لنا فينش وبدا الشغل، بتلاقي طلع لنا اول حاجه في المين اي اس ام اللي هو ايش الكود البرمجي تبع السيموليشن، بس هذا بلزمنا يعني بلزمنا الايزس بلو، الايزس بلو بيطلع فيه الشكل تبعنا هذا. اول حاجه بنعملها بنيجي هنا بنعلم على هذه وبنجيبها هنا. يعني نحاول ننزلها تحت عشان ايش؟ يكون في عندنا متسع فوق في الاعلى، تمام؟ ممكن نكبر الصوره عشان نشوف كويس، وبعدين بنيجي على موضوعها باليسار ايش؟ بيك فروم لايبرري. بدنا قلنا حسب المكتوب في الـ في شو اسمه؟ بدنا الليدات نكتب مثلا هان ايش؟ ليد ال اي دي. تطلع عندنا مجموعة ليدات، نختار من الليدات بنلاقي عندنا animated blue، ناخذ مثلا animated blue هاي واحد، اخذنا animated green وريد واليالو، هاي ثلاث انواع ليدات اخذناهم 100% اوكي. بينها كمان ايش قلنا غير الليدات في حسب المطلوب في الجزء في الجزء في الـ في الاساينمنت او في اللاب، بدنا الكريستال اوسيليتر، بنكتب هان ايش اوسيليتر او كريستال يكتب اسهل كريستال اوسيليتر، بيطلع لنا كريستال كوارتز بناخذ هذا هو تمام 100%، اخذنا كريستال اوسيليتر. ضل عندنا شو بدنا غير الاوسيليتر كمان؟ بدنا كمان الكاباسيتورز، الكاباسيتور دقق معك كيف تاخذه هان كاباسي طور. تمام هيطلع لنا كاباسيتورز مجموعه من الكاباسيتورز، نختار هان ايش سيراميك كاباسيتورز تمام، وبندور لما نلاقي الكاباسيتور ابو 22 ايش بيكو فاراد، هنلاقيه موجود هنا 22 بيكو فاراد مظبوط، هو مطلوب كان اللي عندنا 22 بيكو فاراد كاباسيتور نختاره وبنقول له اوكي، صار عندنا الكاباسيتورز كل العده موجوده تمام. الان بدنا نشبك هاي الايش نبدا مثلا في ايش في الليد اوكي، نبدا في الديودات مثلا، بعدين نيجي كمان مره او حتى احنا بلزمش كل هذا هالجيت مؤقتا، خلينا نرجع ونعمل ايش خلي بس واحد اللي هو هذا هنا نجيبه عقبالنا ونوصله بس في اول بن اوكي تمام، وهذا البن هنا نجيبه المنطقة هذه وبنعمل هان من الترمينيشن بناخد فيه عندنا حزمة ايش لجراوند وبنعمل لجراوند هنا وصل في الجراوند، وبدنا كمان مرة
جراوند نحطها هنا، حجزنا كمان شوي. الآن نيجي نوصل إيش باقي الأجزاء. في عندنا كان مطلوب نوصل إيش الأوسيليتر، بنلاقي عندنا الأوسيليتر البارتس عندنا هان. لما نرجع عرفنا نسمي هنا نروح عندنا بنلاقي الأوسيليتر، هنعمل له طبعا هيك عمليا سوري نعمله هيك روتيت، يصير عندنا توصيلته بالطريقه هذه. تمام. طبعا اللي بيخربط في الموضوع هذا ممكن نرجع للرسمه، حلاقيها موجوده تحت عشان نتاكد انه دائما الخطوات صحيحه. هي موجوده هنا في الاسفل، شايفين استاذ قلبناها عشان اثنين تحت او واحد فوق، وبعدين نوصلها في اول تو بنز من فوق وبناخذ بعدين الكباستورز. تمام. نيجي هنا على الكباستورز، اي واحد هنا واحد هنا، وبعدين بنوصل الاجزاء هنا وهنا هكذا. وصلنا تمام، هنلاقي انه عملنا بالطريقه هذه، وصلنا زي بالضبط زي ما هو مطلوب، وعندنا الكهرباء اصلا ما اخترناه، واصل الكهرباء 5 فولت، اللي وصلها السيموليتر البلوتس لحاله بدون المقاومه هذه 10 كيلو اوم، مش فرق مش شيء، فبالتالي هيستغنى عنها المعالج نفسه، احنا ما بنعملش عملي كله سيموليشنز. ظل الموضوع نوصل الليدات اللي عندنا هنا، وصلنا الليدات كمان زي ما احنا شايفين موصلين، ظل نوصل ايش هنا هنا اوكي، وهيك اكتملت الرسمه بالضبط زي ما هو واضح عندنا بالشكل تبعنا. لو وصلنا نفس الشكل نفس الفكره اوكي. الان اللي اختفى ليش؟ طيب اختفى لقينا طبعا مخزن ريسنت بروجكت فتحناه كمان مرة، بس يبدو انه في مشكلة مع التخزين، كانت نعيد كمان مرة الشغل للأسف. اوكي بنيجي هنا على بيك فلوم ريفروم لايبرري، بنجيب الليدات ليد وبيجي ننزل تحت بعدين نيجي على ال وهي الكباسيتور هنا 22 بيكو فاراد، وبعدين يضل عندنا خلينا نجيب لنا الليدات والبيك، وضل عندنا ايش كمان بدنا حسب الكومبوننتس المطلوبة، قلنا ايش البيك والليدات كريستال اوسيليتر والايش والكباسيتور. طيب نشوف الكريستال اوسيليتر، كوارتز استريت هذا اوكي. اذا هيك تمام الامور اصبحت اوكي. نجيب هذا في الاول كمان مره زي ما قبل شوي جبناه للاسفل عشان نجيب مكانه اوكي. بنجيب ال
الاوسيليتر تبعنا وبنعمل له دوران كلوك وايز، زيادة شوية طبعا، ممكن نكبر شوية الصورة عشان يكون التوصيل أسهل. بعدين بنجيب الكاباسيتورز، هاي واحد هاي الثاني، بعدين نيجي على الليدات، ناخد مثلا الريد 1 ونحطه هنا ونوصله هنا. هيك أصبحت الدائرة ممكن نقولها كاملة تقريبا. بناخد هان الإيش الجراوند وبنحط هنا جراوند مثلا، بنوصل الجراوند هنا وإيش، وبنيجي على الجهة الثانية كمان مرة جراوند، نحط جراوند هنا ونوصل الجراوند في هاي. أوكي الآن احنا عمليا انتهينا من الرسمة او من تركيبة الجسم، حسب برضو نراجع حالنا لو في شيء نفس التركيبة شفنا كيف 100% الامور. ها ركبنا على اول مدخل من البي بورتس مين الدي تبعتنا الليد، بنيجي على دبل كليك هان بنلاقي عملنا هان ايش، احنا قلنا بدنا نحوله بس 16 ميجا هيرتز عشان عملنا برضو ايش التك تبع البرمجة في الماكرو سي، عملنا على 16 وعملنا كمان الاستاذ على 16، بنحطها كمان هان ايش الكلوك فريكونسي تبعت البروسيسور تحت المعالج برضه 16 تمام. وبندعس على هذا هنا هنلاقي بودينا على ديسك توب مطرح كنا قبل شويه، في عندنا البيك 16 اف، هنلاقي المايكرو سي، المايكرو سي البورت بي على الديسك توب البيك مايكرو سي، هو انا استلها هنا جنب الثاني بالاول باي ديفولت، هنا تنتين ليد بريكنج بورت بي. اوكي ناخذها نعمل له اوكي. اوكي المفروض الان عندنا فيش مشكله وصير البرنامج يشتغل، نجرب نعمل سيموليشن. ايوه عندنا ايش اشتغل وعندنا بس اعطى اشاره إضاءة على طول لسبب لا أعلمه، يبدو أنه في إيش ستوب ماشي، هذه طافي شغل هياخد هان إيش ضاوي بس ما طفاش، نعملش بلينكينج، نعمل تراجع ونشوف المشكلة وين بتكون. المشكلة طبعا نتبعها في الكود تبعنا، هو على المايكرو سي طبعا هان ما بورت بي عملنا ايش البورت بي في الحالتين عندنا زي ما انتم شايفين هذا خطا كبير، عملنا هان واحد وبعمل ديلي وبرجع كمان مره يعمل واحد غلط، لازم يكون هنا نحوله من ايش للو بدل ما هو ايش بدل ما هو كان هاي تمام. وهان بالتالي بدنا كمان مرة نعمل ريكومبايلينج، هيعمل ريكومبايلينج له، عمل كومبايلينج اشتغل البرنامج سكسسفولي عادي بكل بساطة، بنرجع كمان مرة على المايكرو سي وبنعمل تحميل للود كمان مرة وبن اوكي المفروض ان شاء الله تشتغل انتر. ايوه صار يعمل عملية بلينكينج الليد زي ما انتم شايفين تمام. اوكي الان زي ما شايفين كل هان اشارة ضوء احمر يعني كلها شغالة، شايفين كيف مر احمر ازرق يعني شغال كل البورتات. وبالتالي لو عملنا ستوب للسيموليشن قلنا طيب ماشي نرجع على البارت اللي عندنا هنا وناخد مثلا البلو ونحطه هنا ونوصل البلو في ايش
الثاني مثلا، ونوصل البلو هنا في الجراوند من الجهة الثانية، واخذنا هرجيت مثلا الاصفر حطيناه وحطيناه على ايش، على البعدي، وكذلك رحنا موصلين على الجراوند، وجبنا بعدين الاصفر، جبنا الازرق حطيناه هنا ووصلناه وصلناه على هنا مثلا. وعملنا الآن إيش، عملية كمان مرة ران للسيموليشن، هيطلع لنا زي ما شايفين بالشكل هذا هكذا. إذا صار واضح إنه كيف عنا ممكن نعمل السيموليشن هذا، ممكن نزود نحط عنا مثلا هان إيش الأحمر، بعدين نجيب الأصفر، وبعدين نجيب الأخضر، ونوصل كله من الجهة الثانية مع الجراوند، ونقول له كم مرة نعمل ستارت، هيطلع عندنا تحت ايش، احمر اصفر اخضر. ممكن بعدين لاحقا احنا نعمل ايش، نفكر في البيت لحالنا طبعا كهوم وورك، كيف نعمل عملية ديلي بين البورتات. يعني نبدأ البورت هذا يعطينا احمر، يعمل تأخير بس عن 4 ثواني، بعدين يديني اصفر استعد كمان 4 ثواني، بعدين يدينا اخضر يضوي الاخضر مثلا ايش 50 ثانية مثلا، او دقيقة ولا نص دقيقة، ويجا كمان مرة يدينا احمر اصفر اخضر زي اشارة المرور. فكيف نبرمج اشارة مرور باستخدام هيك شغل. تمام، هيك بنكون خلصنا موضوعنا اليوم، لا فيما يتعلق في الجانب العملي الاول او درس العمل الاول، عرفنا كيف نستخدم المايكرو سي ونبرمج فيها برنامج بسيط، ونستخدم كمان البروتاس في نعمل محاكاة للتحكم بطريقة المايكرو كنترول بإشارة ضوئية، وبالتالي أو بنعمل بلينكينج للليد يعني. تمام، وبالتالي تعرفنا على البرامج. أرجو أن يكون الموضوع بالنسبة لكم مش كثير صعب، وأنه فعلا سهل، وإن شاء الله يعني تدرب عليه في البيت كويس. وإلى اللقاء في اللقاء القادم قريبا إن شاء الله رب العالمين.